يا ترى في ناس معينة يا دكتور نقدر نقول برضو الريسك عندهم ممكن يبقى عالي، نقدر نبقى داخلين واخدين حذرنا ولا لا؟ الحقيقة طبعا مرضى القلب من الحاجات المهمة جدا ان انا ببقى يعني متخوف واحنا بنعمل عملية لمرضى القلب، وفي ليه حالات بقى يا دكتور؟ لان اشمعنى؟ احنا الوضع بتاع المنظار بيبقى لازم بننزل راس العيانة لتحت عشان اه تاخد بقى الامعاء والقولون والقصة دي، طب ولا عنده مشكلة في الصدر؟ ويبقى الفيلد بتاعي اه شغال. فلو حد عنده مشكلة في القلب وكلام من ده ممكن ما يتحملش، فمحتاج نعدل كل شوية العيانة، ومحتاجة حد بتاع تخدير على درجة كفاءة عالية طبعا جدا. عشان مشاكل القلب. فدي من الحاجات اللي بتخوف، اللي تمنع او بتخوفنا، يبقى احنا قلقانين او محتاجين نشتغل بسرعه جدا عشان خاطر الست ما تستحملش القصه دي، او ان انا ممكن في بعض الاحيان ما اعملهاش منظار لان مش هتقدر انها تستحمل المده دي كلها راسها لتحت. ومدام راسها بتبقى في وضع يا دكتور مثابت، اكيد برضو غير مرض القلب، اكيد الناس اللي عندها ازمات يعني ازمات في الصدر ما انا بقول في اوضاع ممكن تخليني، لا انا مش او حضرتك مش ارتجاع هعملك، مريء، لا ملوش علاقه بارتجاع المريء، انا بتكلم على القلب. القلب بس، لا القلب تبقى مشاكل صدرية، الازمات. او لا يعني دي برضو بادويه بتتظبط وكده اهو، ان فدي ممكن اقول لها مش انا اسف مش هقدر اعمل لك منظار، حالتك الصحيه ما لا تستحملش تسمح، المنظار، ونفخ بقى احنا ننفخ البطن بغاز بسين وده اكسيد الكربون، يؤثر طبعا فده على لو هي عندها مشكله مشاكل معينه في القلب ما تستحملش القصه دي. فالاشخاص بس اللي عندهم مشاكل في ففحص القلب الحاله وتحضيرها قبل العمليه ده مهم جدا جدا. بيبقى الفحص ده يا دكتور بس يعني مثلا نقدر نقول طبعا يعني بتبقى تعمل رسم قلب طبعا وتحاليل والكلام طبعا ده طبعا كله؟ تحضير العمليه كانها جراحه كامله تماما، جراحه لازم كامله، مع طبعا رغم لازم انها بتبقى بتقنيات دقيقة جدا وفتحات صغيرة قوي. لازم تتحضر تماما، تبقي داخله عارفه المريضه اولها ايه واخرها ايه، ابقى لازم عارف. حتى الناس اللي عندها سيول يا دكتور، عشان حضرتك اتكلمت عن الاورام اللي فيها كتير انها بتسبب نزيف، طبعا الاورام اللي فيها بتسبب جزء نزيف. من فحص العيان قبل ما يخش يعمل اي جراحه طبعا على السيوله بتاعته، ما هو السيوله ممكن تبقى عاليه يا دكتور مش بسبب هشتغل التهاب. مش هشت... لا لا مش هشتغل، نظبط السيوله ونظبط الالتهاب نظبط كل حاجه اللي مش هشتغل. واحد عندها سكر عالي مش هشتغل، تظبط يأثر. سكرها ونخش نشتغل. واحده ضغطها عالي مش هشتغل، نظبط ضغطها ونخش نشتغل. لازم اهيئ للعمليه اسباب النجاح بالكامل، لان طبعا اي حاجه من دول فيها خلل هتبوظ شغلي، اكيد وفي الاخر هيبقى انا اللي شكلي مش حلو لان ما انت اللي حضرتش هتاخد الريسك كله. المريضه مظبوط. صح، فتحضير المريضه مظبوط قبل العمليه ده في منتهى الاهميه، وبيوفر لك اسباب النجاح للعمليه بتاعتك. بس فيها دكتور حالات تيجي تقول لك انا عندي نزيف وبفقد دم كتير، يعني ممكن اوصل بقى لنقل دم بسبب النزيف الزياده دوت، فتبقى دلوقتي بتختار ايه؟ يا ترى تخش تعمل لها المنظار سريعا؟ بديها ادويه توقف الدم، في ادويه ممكن توقف الدم على سهل طول. يعني. اذا كانت هرمونز او حاجات توقف الدم انا قادر ان انا اوقف لها الدم على طول عشان اشخص مظبوط، ولو في حاجه ايرجنت جراحه نعملها على طول. طب ايه اللي كان يا دكتور احنا ما سالناهوش وحابب ان انت تضيفه للمشاهد وبرضه احنا كمان نستفيد منه في حلقتنا النهارده، ايه اللي احنا ما كل يعني كنت حضرتك محضره وما اتكلمناش عنه؟ بصي حضرتك، هو انا حابب اقول ان جراحه المنظار هي في الاخر هي قدرات، يعني مثلا المشاكل النسائيه البوليه ايوه زي بتتعمل حصل في ناس بتشتغلها بالمنظار شبه جراح. انا مثلا كهيثم ما اشتغلش منظار، ليه؟ مش من مجال الانترست بتاعي، فلما تجيلي واحده عندها ممكن اشغلها جراحه عاديه، لكن منظار انا مش مهتم اشتغل الحاله ديت مثلا. بقول لها والله حضرتك ممكن تروحي لفلان او لو حد تاني هو احسن حد يعملك بالمنظار، انا مش انا كل المنظار بتاعي بشتغل استئصال رحم، فك التصاقات، اورام ليفيه، كلام من ده، لكن عشان خاطر اشتغل الحته دي ممكن تروحي لفلان يشتغلها لك. بنتضايق لما تلاقي حد يقول ايه لا 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 ما تتعملش بالمنظار، لا ده كلام مش مظبوط. تتعامل ما بالمنظار في يعني لو هي جايه لي انا مش بشتغل بالمنظار ممكن اروح اقول لها لا والله يا فندم دي خطر بالمنظار ما عملهاش بالمنظار، ده مش مظبوط. كوني ان انا مش بشتغل حاجه بالمنظار ما ينفعش ان انا ان اقول انا عيب في المنظار. ان انا اعيب في المنظار واقول ايوه صح كده. واخد بالك ان دي بتبقى مشكله بتواجهنا، بقى تجي لي العينه لا اصل رحت لحد قال لي ده خطر بالمنظار، او رحت قال لي لا دي لازم فتح بطن، لا يا فندم مفيش حاجه اسمها كده. النهارده المنظار بيعمل اغلب الجراحات بامان شديد، بالعكس بيوفر لي فيلد اكبر دقه اكتر، طبعا اقدر اوصل لادق حته بمنتهى السهوله.
الكاميرا بتاعتي معايا مورياني صورة رائعة، الآلات بتاعتي معايا موفرة الأمان. فده الحقيقة بيدي نتيجة أحسن. أكيد. المريض هو المستفيد الرئيسي. زي ما حضرتك بتقول تقنية المنظار كل شوية بتتطور وكل شوية حضرتك متابع ليها جيد. يا ترى كل مرة منظار بتستخدمه يا ترى بتغير بس المنظار والجهاز ولا لا بيبقى لها حاجات معينة في دي حاجات بقى دقية جدا؟ لا. ويا ترى بقى بتحتاج تدريب وبرضو عشان خاطر التقنية يعني الحاجة بقى اللي انت طورتها دي ولا لا؟ طبعا هو أي حاجة محتاجة تدريب، مفيش حد بيبقى اكسبرت في يعني في كده مثلا بيقول ايه every expert one day was a beginner. ايوه كل واحد بيبدا حاجه كان في الاول مبتدئ وبعد كده بقى خلاص محترف بقى. القصه طبعا. دي فده بيدي انديكيشن ان التدريب ده في منتهى الاهميه. كل حاله بترفع قدره الواحد وبترفع رصيد الواحد وبتخلي الواحد متمكن منها اكتر، فده في منتهى الاهميه. الشباب النهارده بيحبوا المناظير وبيشتغلوها، كل ما بشتغل حالات اكتر كل ده بيخليني متمكن من التكنيك بتاعي أكتر. التكنيك بتاعي احسن. واخد بال حضرتك؟ بالنسبه لقراءه المناظير نفسها في حاجات فيها ديسبوزبل كتير، حاجات بتوصل مره واحده وبتترمي، عشان كده هي تكلفتها عاليه، تكلفه المنظار عاليه، تكلفه الالات الحديثه بتاعته عاليه جدا طبعا، فده بيخلي الاوفرول التكلفه الشامله بتاعته يعني بتبقى تكلفتها اعلى سنة، بالإضافة إن هي تقنية مش كتير بيشتغلوها. مش كتير بيشتغلوها ودي الأهم. عشان برضو الدقة يعني بتاعتها دي كمنظار تشخيصي كتير بيشتغلوا، لكن كمنظار جراحي مش كتير بيشتغلوه بالكفاءة المطلوبة. طب سؤال يا بايا، إن أنا عندي بنية متعوكة وقاعدة في الأرض وعندي 51 سنة. ربنا يديك الصحة. صغيرة خالص يا أستاذة لولا. صغيرة والدورة بتجيلي لحد دلوقتي، تعبان مية الحمام بتنزل معاها. لما بتيجي تخش تعمل حتى تواليت بتنزل ميه الدم بتاع الدوره بينزل معاها؟ لا مش فاهم. ايوه ميه ايه بينزل مع ايه؟ معلش انا مش فاهم. ميه الحمام بتنزل مع الدوره. ميه الحمام بتنزل. ايوه بتنزل مع الدوره. يعني ما بتقدرش تمسكي نفسك من الحمام وقت وجود الدوره عليكي؟ لا يا بايا، هي طول ما الدورة عليا على طول عليا، حتى بلبس فطاطم الكبيرة دي ما فيش فايدة وتعبانة. أنا عندي 51 سنة مش صغير. تمام. عملتي سونار يا مدام لولا ولا حاجة؟ لا ما عملتش والله. طب يا لازم تعملي سونار، لازم تكشفي تعملي سونار نعرف عندك إيه اللي بيعملك القصة دي، قد يكون عندك ورم ليفي كبير ضغط على المثانة مثلا. أيوة. طب ما أنا ما عملتش حاجة، أنا وليا بقول لك أنا وليا متعوكة وقاعدة في الأرض. لا لازم من كتر الوجع. لازم تروحي الاقرب حاجه جنبك في بني سويف، تروحي الاقرب مكان او تروحي الجامعه هناك يبصوا عليكي، عشان لو محتاجه تدخل ليه تسيبي نفسك تعبانه وانت ممكن حاجه تريحك على طول. وانا تعبانه منها، هي تعبانه ميه الحمام جدا. لا جو يعني اللي مالكيش حق تصبري، مالكيش حق تصبري ده كله. طب عندك اي سؤال تاني غير كده يا استاذه لولا؟ طيب انا قلت اقول للدكتور ممكن انا ده انا سواء باخد لها حاجات عشان تمنحها من عليا. لا روح الاول علي السبب قبل ما تعملي. تكشفي يا مدام لولا عشان تنهي القصه دي تماما. الف سلام عليك يا استاذه لولا. عندك اي سؤال تاني؟ لا يا عمر شكرا لاتصالك. شكرا سلامتك. نرجع تاني يا دكتور. زي ما كنا بنتكلم على المخاطر وقلت اي حاجه في الدنيا ليها اكيد مخاطر.